يشرفني وينورني الاستاذ خالد عامر، الناقد الرياضي موقع جريده اسها الاسبانيه. خالد اهلا بيك. امير مساء الخير، نورنا. نورك، انا ببقى مبسوط دايما مجالك تتربى في عزك حبيبي. ربنا يخليك ميلا، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا رب. نورنا. عايزين نتكلم طبعا على الاهلي بالتحديد ونشوه الانتصار والصعود على حساب فريق كبير جدا وصعب زي فريق صن داونز، ومدى اهميه هذه الخطوه بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره ككل، سواء المشوار الافريقي او المشوار المحلي. معنويات اكيد بتبقى مرتفعه، ايه رايك؟ ايه طبعا. احنا خلينا نقول الاول انه الماتش دوت اللي كل جمهور الاهلي وكل لاعبين الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره بكل اعضائه كان نفسهم ان هو يحصل. تمام. كلام حسام عاشور للاعبين عقب الفوز على صن داونز في مباراه الاياب النسخه الماضيه، بس عدم التاهل بعد الخساره بخماسيه. اللقطه بتاعت الملعب، اللقطه بتاعت الملعب والتوجه للجمهور وتحيته والاعتذار منه عما حدث. دي كانت فيها معاني كتير قوي، معاني بتحمل انه مش ده مستوى الاهلي، مش تاريخ الاهلي اللي يحصل فيه كده، مش قيمه الاهلي انه يخرج. وارد في الرياضه في التنافس، وارد ان انت تخرج او تتلقى هزيمه، تبقى مش في يومك، كل دي اشياء وارده. بس مش قيمه الاهلي ولا تاريخ الاهلي ان انت تخرج من بطوله مفضله بالنسبه ليك وبالنسبه للجمهور بهذا الشكل اللي احنا كنا ساعتها بنسميه بهذا الشكل المهين او المذل. تمام. اشكر اللاعبين واشكر الجهاز الفني بقياده العبقري فايلر، واشكر مجلس الاداره التعامل بهدوء وبرويه وتقديم كل الوعودات اللازمه ان احنا هنرد اعتبارنا. تمام. وقد كان مباراه رائعه هنا في القاهره بهدفين، يعني تسلم البلد اللي جابت لنا علي معلول حقيقي. تونس بلد جميل. تسلم. ذهابا وايابا علي معلول من نجوم المباراه. جونيور اجاي عمل ماتش هايل هنا، هناك ما كانش قد كده بس دوره الدفاعي غلب عليه. بالظبط، ده طبقا للخطط بتاعت المدير الفني. بالظبط. جيرالدو هناك عمل دور دفاعي هايل في خطه رينيه فايلر، ما كانش متواجد هجوميا ولكنه عمل دور دفاعي اكثر من ممتاز. تمام. لو كنا لاحظنا خطه رينيه فايلر كنت هتلاقينا بنلعب اقرب الى 3-5-2 بانضمام احمد فتحي كقلب دفاع ثالث، ولعب باجاي بجيرالدو وبعلي معلول كجناحين في الاخر. انت عملت في بالظبط، انت عملت اللي انت عايزه. كويس. فايلر عمل اللي هو عايزه. التعامل بذكاء شديد جدا من جانب مجلس الاداره، من جانب الجهاز الفني. الجهاز الفني بعد ما خرجنا على طول، بعد خلاص الماتش خلص وردورنا، الجهاز الفني ومجلس الاداره كانوا عملوا خطوتين اللي احنا بنسميها الجود كاب والباد كاب. تمام. مجلس الاداره قدم مكافآت والجهاز الفني رفض يدي راحه سلبيه. لا انتوا اتأهلتوا كل حاجه علينا وعلى راسي، يلا بقى نتمرن. قفلنا صفحه صن داونز، لسه عندنا صفحه الوداد، لسه عندنا صفحه النهائي باذن الله. ان شاء الله عندنا صفحه سموحه كمان يومين. وهي مباراه مهمه. أكيد. بحسابات الارقام القياسيه اللي عايز تحققها والمنافسه على لقب الدوري والحفاظ على لقب الدوري باذن الله. أنا شايف الموضوع كله جميل، بتتعامل بذكاء من كل الأطراف. تمام، هنستفيد في الحديث عن مباراة صن داونز وعلى كمان استعدادات النادي الأهلي لمباراة سموحة. أروح بس الفصل سريع وبعد الفصل نكمل. يلا. ذكريات رائعة جدا، نتمنى ان هي تتكرر باذن الله السنة دي. دي كانت اخر بطولة الفيلر اللي فات ده 2013 بالنسبة للنادي الاهلي. ان شاء الله 2020 الاهلي يتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وبالتالي يا خالد المكاسب من مباراة صن داونز من وجهة نظرك، نكمل كلام. طيب المكاسب، بس انا يعني ماشي هروح للمكاسب الاول وبعدين اقول لك على الحاجة الأساسية اللي بتدور في دماغي بخصوص مباراة صن داونز. طيب المكاسب، استعادت الشخصية. حلو. انت في لعيبة كتير ثقة الجمهور اهتزت. عند الجمهور يعني. الجمهور ما بقاش شايف انه اللعيبة دي لعيبة معينة تقدر تشيل اسم الاهلي. اللعيبة دي تحديدا عملت ادوار كويسة في الماتشين. رجع جزء من ثقة الجمهور فيهم. فده المكسب الأكبر بالنسبة لي. المكسب الثاني هو قدرة تعامل رينيه فايلر مع الماتشات القوية زي ماتش صن داونز خارج الأرض. ده ماتش كلنا كنا متخيلين إن احنا هنخسره.
لا تعامل ذكي جدا، تطبيق خطه مختلفه وتوظيف مختلف للاعبين اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. كويس. ده مكسب اخر يخليك برضو الى حد ما تطمئن. كويس. فكره دي اللي بقى النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم عليها، ودي ليها شقين. حلو. فكره رد الاعتبار. رد الاعتبار دائما ما بيبقى سلاح ذو حدين، لانه لو انت كشخص قادر على تحمل الضغوطات اللي ورا ان انت تاخد بطارك وتبقى محمل بكل هذا الغل تمام. الكروي حلو زي الفل. لو انت ما عندكش هذا القدر من الثبات الانفعالي والثقه في النفس، هتنساق ورا الاخذ بالطار ورد الاعتبار والكلام ده كله، مش هتحقق حاجه، وهتلاقي نفسك بتقدم مستوى أسوأ من اللي انت خسرت بيه المره اللي فاتت. تمام. اللعيبه اثبتوا ان هم عندهم هذا القدر من الانضباط والوعي، وقدروا احنا رايحين ناخد طارنا، بس في نفس الوقت احنا رايحين يبقى شكلنا حلو ورايحين نحقق نتيجه مقبوله تخلينا نصعد. يعني الاهم هو ان احنا نصعد، هو ده اللي يرد اعتبارنا. هم وضعوا الصعود كرد اعتبار، اولويه اولى. بالظبط، هو ده رد الاعتبار بالنسبه للنادي الاهلي. اي حاجه بقى بعد كده، جبنا نتيجه كبيره، جبنا نتيجه صغيره، جبنا نتيجه كبيره خير وبركه، جبنا نتيجه صغيره، هو رد الاعتبار زي ما انت ما قلت، هو الاولويه الاولى في الصعود. بالظبط. وكنا قادرين ان احنا نحقق نتيجه كبيره في مباراه الاياب تحديدا، يعني عدد كتير في مباراه الاياب. عدد كتير من الفرص ضاعت. ولازم نشيد بمحمد الشناوي، سوبر الشناوي. طبعا طبعا. الكره اللي في الاول دي، الكره اللي في الاول خلاص 90 درجه اختلاف في المباراه. اكيد. ده الشق الاول. تمام. ده السلاح الاول. السلاح الثاني ان رد الاعتبار مش هيجي ابدا بتاهل في مباراه الى نص النهائي. اللعيبه مش لازم ترتكن الى ان الجمهور بيسقف لهم دلوقتي عشان عدينا سان داونز بعد ما خسرنا منهم، فالحمد لله شكلنا مش دي البطوله خالص. مش دي البطوله، البطوله ان شاء الله مع النهائي لما تكسب البطوله وانت بترفع الكاس. البطوله بعد ما تعدي الوداد ان شاء الله ذهابا وايابا، وتلعب الفاينل قدام اي منافس ايا ما كان مين هو. تمام. وتاخد اللقب، هو ده رد الاعتبار الحقيقي. انت تاهلت للبطوله سنتين على التوالي وما خدتش البطوله سنتين على التوالي. السنه الثالثه خسرت من سان داونز، دلوقتي انت بتقول رد الاعتبار في الفوز على سان داونز؟ لا خالص، رد الاعتبار هو الفوز بالبطوله وتحقيق النجمه التاسعه باذن الله. هو رد الاعتبار في موضوع سان داونز ده هو انت تتخطى فريق اقصى السنه، خطوه بس في خطوه لوحدها، لكن بالزبط. المجمل كله ان انت تجيب بطوله باذن الله. بالزبط. باذن الله. تمام. دي ابرز المكاسب بالنسبه لي، او ابرز النقاط اللي مباراه سان داونز كنت حاطط عليها خط، هي المكاسب وتحذيرات ما بعد المكاسب. تمام. ده امر مهم جدا. طبعا. دور علي معلول، هل بتشوف ان علي معلول، يعني انا وجهه نظري كده ان هو احد افضل الصفقات في تاريخ النادي الاهلي، تتفق معايا في الجزئيه ده؟ طب ده بلا شك. ما اعتقدش ان في اثنين في مصر، مش اهلاويه بس، ما اعتقدش ان في اثنين بيحبوا الكوره ممكن يختلفوا على علي معلول او قيمه علي معلول كصفقه في تاريخ الاهلي. يعني علي معلول ممكن تحطه مثلا مع فلافيو، مع جيلبرتو، مع القله القليله جدا اللي هم اللي عملوا طفره وانسجموا بشكل سريع مع تشكيله النادي الاهلي. علي معلول تحس ان هو اهلاوي ابا عن جد، تحس ان هو مصري كمان ابا عن جد. احتفالاته وردود افعاله، احتضانه لزملائه وتوجيهاته ليهم وتوجيهاتهم ليه، حاله التناغم ما بينهم، دي تحسه هو متربي ومولود معانا. فعشان كده بقول تسلم البلد اللي جابت لنا علي معلول. طبعا. اشقائنا طبعا التوانسه تحس ان هم شبهنا قوي، وخاصه علي معلول تحس ان هو متربي جوه النادي الاهلي من وهو عيل صغير. فعلا. فعلي معلول لا انا شايف ان هو قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، هجوميا تحديدا اذا اتكلمنا كوره. هجوميا تحديدا هو قيمه لا تضاهيها اي حاجه ثانيه. تمام. كشخصيه علي معلول مفيد جدا من الناحيه الشخصيه، لان هو عنده كاركتر في الملعب، عنده كاريزما، بيعرف يتحكم في نفسه، بيعرف يتحكم في اللعيبه اللي حواليه. فعلي معلول اذا هديله كام من 10 كصفقه بالنسبه للنادي الاهلي، هديله 9.5. النص دوت اللي فاضل او هديله 9، الواحد اللي فاضل دوت هي بعض الادوار الدفاعيه اللي هو ما بيقومش بيها بشكل جيد. بس هو بيقوم يعني مش ادوار الدفاعيه كلها، بيعوضها بالجوانب الهجوميه. بالظبط. بالادوار المطلوبه منه بتبقى اهم والاساس بالنسبه له، يعني من قبل المدير الفني تحديدا. بالتالي انا عايز اتكلم على البطوله نفسها ومدى اهميتها للجيل الحالي، لان الجيل الحالي في النادي الاهلي تقريبا فيه 4 بس اللي خدوا البطوله دي، عندك شريف اكرامي، حسام عاشور، احمد فتحي، وليد سليمان. دول تقريبا بس اللي خدوا البطوله. وسعد سمير. وسعد سمير صح، بس هو مصاب دلوقتي. هو مصاب، ربنا يرجعه بالسلامه. 5 دول بس. واعتقد رامي ربيعه، ولا رامي ربيعه
لا ورامي ربيعه، رامي ربيعه هم سته، هم السته دولت بس اللي خدوا البطوله. سته منهم بعض العناصر ما بيلعبوش بشكل اساسي، ومستمر والبعض مصاب وكلام من ده، فالبطوله تمثل ايه لكل الموجودين دلوقتي بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ بص اي 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 لاعب كوره بتبقى شهاده ميلادته الحقيقيه، شهاده ميلاده الحقيقيه مش البطوله المحليه، مش اي بطوله محليه. انت بتتكلم مع الاهلي تحديدا؟ لا ما انا هرجع لك للاهلي تحديدا. تمام. اي لاعب حلو شهاده ميلاده بتبقى بطوله يا اما مع المنتخب يا اما كويس. بطوله مع نادي قاريا. حلو حلو الكلام. تمام. ده بره في كل العالم لما تقول اصله ميسي مثلا اصله ما خدش مع المنتخب حاجه. فاهم قصدي؟ خد مع برشلونه وبتاع، بس دايما بتقول اصل ناقصه حته. ده بره. مع الاهلي بقى تحديدا اذا كان دوت بيسري على كل اللاعبين في العالم بنسبه 100% فهو بيسري على لاعيبه الاهلي تحديدا بنسبه 700%. ليه؟ البطولات المحليه الاهلي متعود عليها كويس، بدون التقليل من اي منافس وبدون التقليل من اي نادي، كل طبعا المنافسين طبعا طبعا كل الاحترام والتقدير لكل الانديه على راسهم نادي الزمالك، طبعا منافس تقليدي نادي الاهلي، منافس كبير جدا جدا ودولاب البطولات بتاعته عامر بالبطولات. اكيد اكيد. بس في فرق في عدد البطولات ما بين الاهلي وما بين اقرب منافسيه كبير جدا. الجيل ده اللي هو اللي خد البطوله السنه دي، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والسنه دي هو الاقرب الى تحقيق اللقب، واخد السوبر السنه اللي فاتت، فالبطولات المحليه اصبح شيء معتاد عليه بالنسبه للجمهور وبالنسبه للاعبين. كويس. الجمهور نظرته للعيبه دي ان هي لعيبه محليه. محليه. انا بتكلم لحد ما يجيبوا افريقيا. بالظبط. مهما كنت انا بحبك جدا، يعني انا بحب عمرو السوليه جدا. انا دلوقتي هتكلم بصفتي جمهور مش بصفتي ولا ناقد ولا صحفي ولا اي حاجه. تمام. انا واحد اهلاوي قاعد في البيت بتكلم او بشجع الاهلي، انا بحب عمرو السوليه جدا. بحب احمد فتحي، لا احمد فتحي خد البطوله. بحب مروان محسن جدا، بحب اي مكان. بس هفضل وجهه نظري عنك ان انت لعيب محلي حتى لو وصلت نهائي البطوله. ما انت وصلت نهائي البطوله قبل كده. انا بقول لك، ما عشان كده بقول لك، يعني انت ممكن ما تبقاش موفق، بس في ظروف تحكيميه بتحصل، في امور غريبه ساعات، في ظروف تحكيميه كثيره ساعات انت ما تبقاش موفق برضه، بتحصل زي ماتش الوداد مثلا. ماتش الوداد التحكيم كان ضدك وانت ما كنتش موفق وكنت اقرب ان انت تحصل على اللقب سنه 2017 بس ما وفقتش. بس ماتش الترجي العوده ما كانش فيه اي ظروف، ما عندك انت ما لعبتش كوره، كان في قصه وليد ازارو بس ما لعبتش كوره. لا انت كده كده هناك كنت وحش طبعا، وحش طبعاً جدا. فاهم قصدي؟ عشان ايه؟ فاحيانا بتبقى غير موفق، احيانا بيبقى الظروف التحكيميه ضدك، احيانا واحيانا بتبقى ما بتلعبش كوره. بس المحك الاساسي هل انت خدت البطوله ولا ما خدتهاش؟ ما خدتهاش هتفضل في نظري لاعب محلي. الى ان تاتي البطوله الافريقيه انت لاعب جيد جدا على المستوى المحلي، سيء جدا على المستوى الافريقي. اللي مضايقني بقى، مش عايز اقولها سيء جدا، ما هو انا لسه لان عايز، انت ممكن تاخد بطوله افريقيه مع منتخب مصر، فانت اكيد لعيب دولي مش لعيب لعيب محلي. بالظبط. ما هو بس المشكله ان حتى اللعيبه ديت ما خدتش بطوله على المستوى الافريقي مع منتخب مصر. تمام. فانا دي عشان كده انا الفكره اللي لازم اكد عليها، ان انا اللي مضايقني ان اللعيبه اللي احنا بنقول عليها لعيبه محليه دي هي افضل لعيبه في مصر. طبعا. فاهم قصدي؟ فانا نفسي يجيبوا البطوله لاعتبارات كثيرة جدا، لاعتبارات الجمهور يفرح مرة تانية، لاعتبارات يعني الكثير جدا من الاعتبارات لا مجال لحصرها دلوقتي. تمام. لكن الاعتبار الأهم هو إن الجيل ده واللعيبة دي تاخد جزء من حقها اللي يستحقوه فعلا كإمكانياتهم الحقيقية. واحد زي عمرو السولية، واحد زي علي معلول، واحد زي أحمد فتحي، جايين ناس كتير كلهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، متولي، حمدي فتحي المصاب، يستحقوا بطولة قارية. طبعا الناس دي تستحق بطولة، الناس تشاور عليهم تقول ده جيل من الاجيال اللي رفعت اسم الاهلي في افريقيا. تمام. فاهم قصدي؟ بس فدي جزئيه ايضا مهمه، منتظرين منهم دوري ابطال افريقيا وهم قادرين، لان امكانياتهم فعلا تجيب البطوله ده امر معروف في كل الاحوال. طيب خلاص خلصنا من بطوله سان داونز، عايز اخش بقى على اللي جاي، مباراه سموحه. ودي الوقت ما بين مباراه سان داونز ومباراه سموحه، ومن وجهه نظرك الجهاز الفني يعمل ايه في حاله زي دي؟ يعني ماتش بعد بكره، الماتش بعد بكره وهم لسه جايين النهارده، وهم لسه واصلين الساعه 6، ده هم واصلين يعني يعني ما كملوش 12 ساعه طبعا. في البتاع في القاهره. طيب احنا خليني اقول انه مباراه سموحه مباراه مهمه جدا، ولكنها مش بهذه الاهميه. بمعنى؟ بمعنى مباراه مهمه جدا على الصعيد الرقمي. تمام. هتحقق الفوز ال 17 على التوالي، توازي بيه، تعادل بيه رقم مانويل جوزيه 2007،
هيبقى عندك رقم تاريخي ان انت تجيب 46 جون في 17 ماتش، ودي عمرها ما حصلت قبل كده. على المستوى الرقمي هي مباراه في منتهى الاهميه، ولكن على المستوى التنافسي هي مباراه مش مهمه، مش هتاثر في المشوار، مش هتاثر. انت هترفع الفارق ما بينك وما بين اقرب المنافسين الى 20 نقطه. لو خسرت هيفضل 17 سيان، لو الفرقه المنافسه ليك كسبت هيقل ال 17 دوت هيبقى 14. الرقم كبير جدا يسمح لرينيه فايلر ان هو يجري بعض التغييرات على التشكيل، يريح بيها بعض العناصر المجهده او المصابه اللي عندها اصابات خفيفه، تمام، ويدفع بعدد اخر من اللاعبين اللي حابب ان هو يا اما يجربهم يا اما يولفهم مع بقيه المجموعه، عشان يضمن انه مع حلول مباراه الوداد، مباراه الوداد لسه بدري عليها، بس مع حلول مباراه الوداد قدامك شهرين تبقى لعبت اكبر عدد ممكن وريحت اكتر عدد ممكن وعملت روتيشن زي ما كان بيعمل روتيشن اول ما جه، هو اللي وصلنا للمرحله دي ان انت بقى عندك اكتر من خيار، فاهم قصدي؟ ده ناتج عن سياسه فايلر مع بدايه الموسم. طبعا ما هو الروتيشن اللي احنا كنا بنشيد بيه في بدايه الموسم هو اللي وصلنا للمرحله دي، ان انت عندك اصابات، عندك خمس اصابات قويه ومش حاسس ان انت طبعا فارقين جدا معاك، بس في بدائل ليهم. يعني انت عندك كريم نيدفيد ورمضان صبحي ومحمد محمود وسعد الدين سمير وحمدي فتحي. مع غياب دول انت ما حسيتش ان انت متوتر، ليه؟ لان عندك اكتر من عنصر جاهز بره، وعندك فكر ريني فايلر في التدوير وفي التوظيف مختلف شويه عن اللي احنا كنا متعودين عنه زمان. تمام. فانا شايف انه او مش انا شايف برضو عشان ما نسيبش الفضل لنفسي، كل التقارير اللي طالعه بتقول انه لاعبين مثل احمد فتحي وعمرو السوليه دولت ما تعرضوش للاصابات ولا اجهاد، بس خوفا عليهم في المستقبل هيتم اراحتهم في المباراه، بالاضافه الى جونيور اجاييه وجيرالدو معلول برضو. وعلي معلول. جونيور اجاييه وعلي معلول عندهم اجهاد عضلي، وجيرالدو عنده التواء. هو اجاييه دلوقتي، اجاييه دلوقتي ما عندوش مشكله، هو اللي عنده مشكله عضليه شويه عندك متولي وعلي معلول، ومتولي بخلاف التواء جيرالدو، بخلاف التواء جيرالدو. والنهارده المران بتاع الامس محمد الشناوي عمل مران منفصل عن المجموعه برضو حفاظا على عليه من عنده نزله برد قويه شويه، عنده نزله برد بالظبط. فانا شايف انه مباراه سموحه الانسب فيها ان انت تدفع بعدد من اللاعبين اللي ما بيشاركوش بصفه دائمه، تمام، باحمد الشيخ. احمد الشيخ رغم يعني انه بيشارك على فكره، بيشارك، انت لما تيجي هتمسك اسم هتلاقي ان الاسم ده بيشارك، بس انا اقصد احنا بنتكلم على اخر مباراه مثلا بالظبط. انا بتكلم، لا انا بتكلم على اجمالي مثلا عدد الدقائق او عدد المشاركات مقارنه ببقيه زمايله، تمام. ما هو دي ميزه فايلر، ان انت لو مسكت اي لاعب في الـ في الـ في القائمه دلوقتي مش هتقول انه بعيد قوي، مش هتقول انه بعيد، هتلاقيه مشارك ماتش 2 3 10 ايا ما كان، فاهم قصدي؟ فهو يعني في عدد، يعني انا كنت اقول لك مثلا من ضمن اللاعبين اللي انا اللي هيتم الدفع بيهم اذا هو جيد، رامي ربيعه. هل رامي ربيعه مش عنصر اساسي؟ اساسي ولعب المباراه الاخيره بالظبط، فاهم قصدي؟ بس يعني دلوقتي عندك بقالك ماتشين بتلعب بياسر ابراهيم ومحمود متولي، او بياسر ابراهيم وايمن اشرف، او اخر فتره زمنيه كان في اثنين بيلعبوا اكتر من لاعب، اكتر من لاعب الثاني. فلما هتقول لا ده دولت الاساسيين عندي دلوقتي، ورامي ربيعه بره، رامي ربيعه هيرجع، وسي مثلا ياسر ابراهيم هيريح، فهيبقى رامي ربيعه ومحمود متولي هم الاساسيين، تمام. وهكذا الروتيشن دوت بيعمل حاله من التنافس جميله جدا، كويس. وبيعمل حاله من التنافس قادره على اعطاء، هو بيسهل المهمه على نفسه ان هو في اي وقت اتزنق هينزل واحد هيلعب زي الاساسي بالظبط. يعني انت شايف ان هيكون في ذهن مستر فايلر ان هو ازاي يستفيد من الفتره الحاليه قبل مواجهتي الوداد. الوداد بالظبط. في صالح الفريق. بالظبط، في صالح الفريق افريقيا. تمام. بما لا يؤثر عليه محليا. محليا. فاهم قصدي؟ يعني احنا مش هنيجي مثلا نلاعب الاسماعيلي، او مع كامل الاحترام طبعا لسموحه وكل الفرق، بس في فرق عريقه في مصر دايما بتبقى في تنافس اقوى بالظبط. يعني مش تيجي تلعب الاسماعيلي، مش تيجي تلعب الزمالك، مش تيجي تلعب المصري، مش تيجي تلعب الاتحاد بقائمه من اللاعبين البدلاء، فاهم قصدي؟ ومش مش اللاعب البدلاء، قصدي اللعيبه البعيدين اللي احنا لسه متناقشين فيه. تمام. ف يعني انا شايف انه خلال الشهرين اللي جايين فايلر هيعتمد اكتر على توظيف اللاعبين
بنظره الى مباراتي الوداد بما لا يؤثر على مسيرته المحليه. طيب بما اننا بنتكلم محليا والبعض في فتره من فترات قال لك ايه؟ قال لك الدوري ضعيف جدا والاهلي لوحده بيلعب وكلام من ده. لكن في المقابل لما تيجي تبص كده على المستوى القاري هتلاقي ان ثلاث فرق مصريه موجودين في نصف نهائي البطولات الافريقيه، اهلي وزمالك نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، بيراميدز نصف نهائي الكونفدراليه. هل ده معناه ان فعلا الدوري المحلي ضعيف ولا احنا كنا بنحسب غلط؟ مش احنا، الناس النقاد بعض النقاد يعني كانوا بيحسبوا حساباتهم غلط. بص ده لغز. لغز ازاي؟ اقول لك ازاي. في عز ما كان الدوري المصري قوي كان الاهلي بس هو اللي بيمثل مصر في البطولات الافريقيه تمام، وفي المحافل العالميه وفي كل كويس الحدث. يعني بخلاف الزمالك سنة 2005 لما تأهل مع الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا مفيش فرقة مصرية تأهلت إلى هذا الدور غير الأهلي حتى عام 2015 2016 لما الزمالك وصل النهائي. بس الفترة دي كان الدوري المصري فيها قوي، يعني فترة 2000 من 2006 لحد 2011 الدوري المصري كان قوي تمام، ولكن ما كانش فيه غير فرقة واحدة بس اللي بتمثل مصر. كويس. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على دوري بدون جمهور باقل نسبه عوائد بث تمام، بدون اهتمام جماهيري حقيقي. لما تيجي تتكلم مع الناس في القهوه في الشارع في اي حاجه هتلاقيهم بيتابعوا ليفربول، بيتابعوا الدوري الانجليزي، لا بس والله بيتابعوا الدوري المصري برضه، بيتابعوا الدوري المصري جامد جدا كمان، بيتابعوا الدوري المصري. بس اقول لك على حاجه، هتلاقي السمه العامه ان الناس مكسوفه تتكلم معاك في الدوري المصري. يعني لو جيت تناقشوا مثلا في مباراه بتروجيت والاسماعيلي، بتروجيت دوري درجه ثانيه، لو جيت تناقشوا في مباراه المصري والاسماعيلي مباراه قمه اقول لك خلينا في 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 الاهلي والزمالك، في اسبانيا، في ايطاليا، الاهلي والزمالك واسبانيا وايطاليا وانجلترا وكده. فاهم قصدي؟ فهو طبعا مع كامل الاحترام لكل الانديه يعني طبعا لا لا كبيرة طبعا طبعا احنا وكل نادي ليه جمهوره وليه متابعيه، ده امر مؤكد يعني. بس انا بتكلم على الاهتمام الجماهيري مش بالانديه، انا بتكلم على الاهتمام الجماهيري بالدوري المصري. اقل نسبه ممكن تصل ليها دلوقتي هي في الاهتمام هي دلوقتي. وعلى الرغم من ده كله الناس بتشجع المصري في بطوله الكونفدراليه والبيراميدز في بطوله الكونفدراليه والاهلي والزمالك في بطوله افريقيا، والاهلي والزمالك والبيراميدز عرفوا يوصلوا وباداء مبهر جدا. طبعا الزمالك قادر يكسب الترجي ذهابا وايابا مجموع المباراتين يعني اهله بالظبط ذهابا وايابا، ويكسبوا في كاس السوبر. الاهلي قادر ان هو يعدي من سان داونز بدون هزيمه، فوز وتعادل بالظبط القوي جدا سان داونز على ملعبه وخارج ملعبه. فده لغز. بس انا يعني حابب اشكر الثلاث فرسان المصريين اللي وصلوا للنصف النهائي عشان اوجه رساله اخرى الى الاتحاد تمام، الاتحاد والمسؤولين بكافه الدمان. احنا كجمهور احنا تعبنا اوكي. انت النهارده بتاخد خطوات مهمه جدا 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 في اعاده شكل الدوري المصري حلو، ولازم اشكرهم عليه تمام. كأندية دخول الفار كاتحاد كاتحاد تمام، دخول الفار وتطبيقه بشكل جيد جدا دلوقتي. كان الجونه بيلعب الاسماعيلي شفنا هدف لاحمد ياسر ريان رجعوا للفار، تم الغائه بسبب الفار لانه كان متقدم نص سنتي بس متقدم تمام. زي الدوري الانجليزي كده بالظبط، زي الدوري الانجليزي حاجات كنا عايزين نشوفها في الحقيقه هنا في الدوري. ده لازم اوجه ليه شكر للاتحاد أكيد. على الرغم من ان انا بنتقدهم كتير جدا كلنا في الحقيقه ده حقيقي بس هم في النقطه دي يجب ان يوجه ليهم الشكر. اطقم الحكام، تدريب الحكام على الفار، الكور الجديده، الفار نفسه فتره وجيزه في الحقيقه فتره وجيزه ده يجب شكرهم عليه. بس ده مش كفايه مش كفايه يعني مثلا طب عشان اقفل بس جزئيه الدوري المصري، الدوري ضعيف ولا قوي من وجهه نظرك؟ الدوري نص 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 على حسب الفرقه اللي هتقابل بالظبط. فاهم قصدي؟ نرجع لجزئيه الفار نرجع لجزئيه الفار. ما ينفعش فار بالبث التلفزيوني اللي عندنا ده ما ينفعش. من ناحيه ايه البث؟ من ناحيه شفت الفار بره بيبقى عامل ازاي، موجود من كل حته وكل سنتي في الملعب متصور والتنتوفه. الفار اولا دلوقتي ساعه الجون بتاع احمد ياسر اللي انا بتكلم عليه ما تمش اعاده عرضه على الشاشه، الحكم بس اللي شاف وقف، والحكم ما شافش، الحكم وقف في الملعب والفار روم هو اللي قال له تمام. اللقطه اعيدت مره واحده فقط على التلفزيون ومن بعيد من غير كلوز كادر ومن غير اي حاجه، ما تبينش اصلا هو تسلل ولا يعني متسلل. انت قصدك عايز تشوف الفار بيستخدموه ازاي، اللقطات اللي بيشوفوها حكام الفار زي ما بنشوف في الدوريات كلها ده مش موجود عندنا؟ ما حصلش في الماتش ده؟ ما حصلش. طب ليه ده؟ ما اعرفش. ما ده السؤال اللي انا هوجهه لمجلس اداره الاتحاد. اذا كنت
هتعمل حاجه كويسه اعملها صح للاخر 100%، اعملها صح للاخر، اعملها 100%، ما تعملهاش نصها وتقول اصل والله دي امكانياتنا، ما تعملهاش خالص بقى. واحنا كنا متقبلين من زمان باخطاء التحكيم بحال الكره اللي عندنا، وكلنا عارفين ان اخطاء التحكيم جزء من الكوره اكيد، بس ما تسيبش الموضوع خاضع للاهواء. تمام. عشان ما يعني كده انت يعني مثلا الفار زي ما بيحصل في ايطاليا وما بيحصل في انجلترا، الحكام بيتهموا صراحه، وفي ايطاليا تحديدا بيتهموا صراحه بان هم بيستخدموا انتمائهم في الفار. ان انت بتروح تشوف الفار وبتلاقي لقطه واضحه عيانا بيانا وما بتحسبهاش نظرا لانتمائك، ما تحطش الحكام المصريين في الحته دي، ما تحطش الحكام المصريين في الجزئيه دي. خليها واضحه للكل، وخلي التصوير هاي كواليتي، وخلي الكادرات واضحه جدا، عشان ما يتمش اتهام التحكيم، عشان ما تتعرضش للتاويل ويتم اتهام التحكيم بانه لا اصل والله ما كانش تسلل، لا والله اصله مسابق، لا والله اصله مؤخر. خليها واضحه عشان يبقى في شفافيه. هينجح الفار في مصر بنسبه كبيره، انا كل ثقه في حكام مصر طبعًا على الدوام. طبعا اكيد، ودايما شايف ان احنا عندنا الموضوع دايما لما حد بينتقد بيبقى حته امكانيات مش اكتر يعني. بالظبط. انا شايف ان احنا اذا وفرنا النقطه التكنولوجيه مع الامكانيات والكفاءات العاليه بالنسبه للحكام المصريين، او لا هينجح بنسبه 100%. بنسبه 100%. اخيرا عايز اسالك سؤال اخير بقى، بخلاف الفار والدوري المصري والكلام من ده، كيف يواجه العالم فيروس فيرونا، توغل فيروس فيرونا كورونا عفوا، فيرونا ايه؟ فيرونا ده اللي في الدوري الايطالي. فيروس كورونا، الجانب الرياضي، بعض طبعا البطولات اتلغت او اتاجلت، الحاجات اللي احنا متابعينها، التعامل هيبقى ازاي؟ الحل ايه من وجهه نظرك في القصه؟ هو التعامل دلوقتي الحل الوحيد بالنسبه بالنسبه للاتحادات الرياضيه عموما، هو فكره اقامه المباريات او اقامه المسابقات بدون جمهور الى حين السيطره على الموضوع. الاتحاد الايطالي امبارح ارسل طلب رسمي بالغاء النشاط الرياضي السنه دي، او مش بالغائه، بتجميد النشاط الرياضي السنه دي، بتعليقه لحد ما نشوف الجدول الكورونا دي هتعمل ايه هناك. مقاطعه لومبارديا هي تاني اعلى مقاطعه اصابه بالمرض بعد مدينه ووهان الصينيه اللي هي كانت نشاه المرض فيها. فايطاليا فيها ذعر كبير جدا، في 11 مدينه محطوطين في الحجر الصحي، ممنوع الدخول او الخروج منهم الا في الطوارئ وبعد كشف طبي يعني مكثف جدا. اسبانيا كذلك، اسبانيا مباراه فالنسيا واتلانتا في الدوري الاوروبي مهدده برضو بالاقامه بدون جمهور. شفنا ماتشات اسبانيا بتتلعب بدون جمهور، بس الاتحاد الاسباني متخوف من الاختلاط والكلام ده كله. ربنا يستر، يعني ربنا يشفي الجميع ويعافي الجميع. حتى الان الاعداد بتتزايد بجنون. الحل الوحيد امام الاتحادات هو اقامه المباريات بدون جمهور، وفي الطريق تجميد الى حين اشعار اخر. ربنا يسترها ان شاء الله، الامور تبقى ماشيه بشكل طبيعي ونتخلص من هذا الفيروس، فيروس كورونا. خالد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. دايما ببقى مبسوط انا معاك. احنا بنبقى اسعد بكل حبيب. تاكيد كان ضيفنا العزيز الاستاذ خالد عامر، الناقد الرياضي بموقع جريده اس الاسبانيه، في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده من نفس البرنامج ومتابعه لاستعدادات النادي الاهلي تحديدا لمباراه سموحه بعد غد باذن الله. استنونا، الى اللقاء.